أهلا بيك كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية. من الحقيقة أنا يعني خدت الكلمة على أساس نبارك لمعالي الوزير صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسا لجمعية المهندسين في مصر. الحقيقة طبعا القرار ده أسعدنا جميعا وله معنى كبير أوي. له معنى إن أسامة بيه محل ثقة من قيادة الدولة ومن رئيس الدولة ومن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا له معنى أن الدولة والحكومة مهتمة بالمهندس وبمهنة الهندسة. جمعية المهندسين المصرية هي تقريبا مش عايز أقول أول جمعية، لأن في جمعية أخرى سي بي أي، جمعية المعماريين، اتأسست قبل جمعية المهندسين المصرية ب3 سنوات. لازم أقول ما أقدرش أقول ده تاريخ سي بي رئيس جمعية المعماريين اللي تأسست 1917. جمعية المهندسين المصرية تأسست في 3 ديسمبر 1920، يعني إن شاء الله بعد أسبوعين ثلاثة كده في 3 ديسمبر هذا العام يكون مضى على تأسيسها 103 أعوام، 103 سنة. وكان من المخطط نعمل احتفالية مئوية لجمعية المهندسين في 2020، ولكن جائحة كورونا العالم كله مر بيها عطلتنا عن ان احنا نعمل احتفال، لكن ان شاء الله بوجود معالي الوزير اسامه بيه هنعمل احتفاليه ان شاء الله. هنعمل احتفاليه لجمعيه المهندسين المئويه، كلمه مئويه واربعه ان شاء الله. هقول حاجتين ثلاثه بحب دايما اقولهم. الملك فؤاد جه افتتح الجمعيه وله كلمه موجوده في مكتبه الجمعيه، ولما الملك فؤاد ألقى كلمة قال 3 حاجات في غاية الأهمية. أول حاجة قال جمعية المهندسين المصرية تبقى برعايتي، وسماها جمعية المهندسين الملكية المصرية، وموجودة رخامة حضراتكم تشوفوها بره. قال حاجة تانية، قال رئيس الجمعية أنا اللي عينه. يعني أول رئيس جمعية المهندسين محمود سامي باشا كان معين بقرار من الملك فؤاد. وتوالت الرؤساء والحكام الملك فؤاد، الملك فاروق، الرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس انور السادات، الرئيس حسني مبارك عليهم جميعا رحمه الله، المجلس العسكري والرئيس عبد الفتاح السيسي. ده يدل بقول تاني يدل على قيمه المهندس عند الدوله زي ما بنقول. الحاجه الثالثه اللي قالها الملك فؤاد قال اي مشروعات هندسيه يتم الحكومه تفكر فيها او تعتزل تنفيذها يتم احالتها الى جمعيه المهندسين المصريه للدراسه وابداء الراي، وعندنا ايضا في مكتبه كنوز المشروعات ايام يعني من حوالي 70 80 سنه تقريبا. انا مش عايز اطول على حضراتكم عشان معالي الوزير الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط القومي، والاستاذ الدكتور ابراهيم العسلي الاستاذ الاقتصادي زي ما قال لي مدير مشروع التصنيع. النظر في غايه الاهميه مش هنتكلم اكثر لان هنسمع المتخصصين. اترك الكلمه للاستاذ الدكتور مصطفى شعبان نائب رئيس جمعيه